أستاذ يوسف، يعني اليوم تتجه الأنظار إلى القضاء، القاضية غادة عون قدام استحقاقات وقرارات كبيرة جدا، من الممكن الادعاء على البعض المصارف اللبنانية وتروح الأمور إلى منحة أكثر تدهورا في الإضراب والخلاف القضايا المصرفي. أيضا يعني هناك معطيات كما شفناها هلأ العلاقة بربما قد تسوية، يعني صار في ثنائيات قضائية عين عين وقصص من هذا الإطار، كمان بإطار تسوية قد تلاقي مخرج أو تربط بين الخلاف القضائي المصرفي والخلاف القضائي السياسي المرتبط بملف المرفأ. اليوم هيك بجولة كتير سريعة، كيف هو المشهد القضائي اليوم وماذا ينتظر لبنان خلال هذا الأسبوع؟ أولا صباح الخير ريف لك وللمشاهدين. يعني أنا للأسف اسمحي لي أرسم صورة معاكسة للي حصل اليوم. واضح أنه الأجواء اللي عم نحكى عنها بمعنى صفقات أو اتفاقات ضمنية على تسوية للأزمة القضائية أعتقد أنه غير متوفرة أطلاقا. ما في شك أنه الساعات الماضية شهدت بعض اللقاءات، منها ما حصل ببكركي للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بغبطة البطرك. أنا قبل شوي كنت عم بتواصل مع مجلس القضاء الأعلى، نفت أوساط مجلس القضاء الأعلى نفيا مطلقا أن يكون الرئيس سهيل عبود تطرق إلى صفقة مع البطرك بمحص استبدال أو إقالة القاضيين غادة عون وطارق البيطار، وقالت أن هذا الموضوع إطلاقا لم يطرح على خلال اللقاء مع غبطة البطرك. لا غبطة البطرك طرحوا ولا الرئيس سهيل عبود وضعوا كمخرج للأزمة القضائية إطلاقا. الأزمة القضائية أعمق من هيك ريف بكتير، في مشكلة أنه في يعني إذا بدك قفز فوق القوانين وضرب بعرض الحائط كل القوانين المعمول فيها، لأنه اليوم أنت إذا بدك تحلي أزمة قضائية مثل أزمة المرفأ ما بتقيلي المحقق العدلي، وإذا بدك تحلي أزمة مثل أزمة المصارف ما بتقيلي القاضي غادة عون. اليوم بتقديري أنا استاتيكو القائم حاليا هو المراوحة في الأزمة القضائية ستستمر إلى أشهر طويلة، وأعتقد أنها لن تلقى انفراجا قبل حل الأزمة السياسية، لأنه للأسف الشديد الانقسام العمودي الموجود داخل القضاء هو يعكس الانقسام السياسي اللي خارج قصر العدل. وما يحصل اليوم في أروقة قصر العدل سواء بمجلس القضاء الأعلى أو عبر التعاطي مع بعض الملفات هو ترجمة حقيقية للمنح السياسي الذي تأخذه البلاد في الآونة الأخيرة. لذلك أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة قد نشهد فيها بعض الحفاظ على الهدوء كما هي الأمور الآن، ولكن موضوع الحلحلة أو التسوية القضائية أقله حتى الآن غير وارد، وهذه الأجواء اللي استقيناها بالساعات الماضية. نعم، اليوم بالإشكال القضائي المصرفي هيك سؤالين كتير سريعين، يعني ما هي معطياتك حول توجه هذا الخلاف؟ هل فعلا هناك مساعي حكومية لاحتواء أو خليني أقول تنظيم هذا السجال القضائي بطريقة مثل ما بيقولوا نحمي فيها القضاء، ولكن يعني لا تؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي وتحديدا يعني أمام الخارج وتحديدا في موضوع المراسلات؟ وسؤال سريع حول المناقلات القضائية، اليوم كله عم نشتغل صرنا على القطعة ومن مبدأ هيك ترتيب الأمور، يعني ما بدنا نعمل تشكيلات قضائية، منجيب قضاة اللي تخرجوا مش من زمان ومنرجع منوزعهم على أماكن محددة وعلى قصور عدل، ليه سيسرت الأمور إلى حين أن ينتهي هذا الأمر؟ اولا بما خص موضوع المصارف اعتقد انه ما في تبدل اطلاقا، واضح انه القاضي غادة عون مصره على استجواب رؤساء مجالس اداره ثلاث مصارف كبرى، وهي ابلغتهم عبر وكلائنا القانونيين، وانا كنت عم بتصل يعني امبارح باحد المسؤولين احد المسؤولين القانونيين يعني وكيل عن احد المصارف، قال انه ما في ابدا تبدل بموقف القاضي غادة عون، ويبدو انه الامور ذاهبه الى التصعيد، بدليل انه امبارح يعني بيان او ما نقل عن جمعيه المصارف بانه الاضراب مستمر ولم يتبدل شيء. اعتقد انه القاضي غادة عون تذهب باتجاه التصعيد واتخاذ اجراءات من الادعاء على هذه المصارف اللي رفضت ترفع السريه المصرفيه عن حساباتها، واللي رفضت تتزودها بالمستندات اللي طلبتها، لانه هن مقدمين دعاوى رد ضد القاضي بيطار، عفوا ضد القاضي غادة عون، والقاضي غادة عون ترفض تسلم هذه الدعاوى وتبلغها. بما خص المناقلات القضائية أعتقد أنه الأمور يعني ستبقى على ما هي عليه لسبب واحد،
لأنه اليوم نحن حتى لو ذهبنا إلى ألحاق القضاة الذين تخرجوا من معهد الدروس القضائية واللي عددهم يقارب 100 قاضي اليوم، عمليا وتلقائيا بدك تحركي القضاة اللي بدن ياخذوا محلاتهم هودي القضاة الجداد، وبالتالي أنت ذهبتي إلى تشكيلات قضائية عامة وشاملة، ونحن بنعرف أنه التشكيلات السابقة أخفقت أو أفشلت لأنه الرئيس ميشيل عون رفض توقيعها. بتقديري اليوم أي مناقلات قضائية أو إلحاق لهؤلاء القضاة يستدعي فورا تحريك كل الهيكلية القضائية برمتها، وهذا الأمر غير متاح لسبب واحد وأساسي، وهو أنه مجلس القضاء الأعلى المخول إجراء هذه الإلحاقات وهذه المناقلات غير قادر على الاجتماع في المرحلة الحالية، وبالتالي مجلس القضاء الأعلى أعتقد اليوم أكثرية من نصف أعضائه الموجودين حاليا لن يبحثوا بأي ملف آخر قبل البت بملف مرفأ بيروت والبحث بمصير القاضي طارق بطار. لذلك أنا أعتقد أن مسافة التباعد هي أكبر اليوم من مسافة التلاقي بين أطراف مجلس القضاء الأعلى. لذلك أنا بعتقد المناقلات القضائية يعني هو مجرد طرح، ولكن لن يكون عملي بالأيام المقبلة أو أقل بالأشهر المقبلة. الموضوع يتطلب اليوم حل سياسي يفترض أن ينسحب على القضاء فيما بعد.